ازيكم؟ النهارده باذن الله هيبقى الفيديو عن مرايه بالمكرميه. دي الادوات اللي احنا محتاجينها. احنا محتاجين اطار، انا بحب استخدم الاطار الحديد ده، والاطار ده تقريبا قطره 30 سنتي. محتاجه غراء ابيض، ومحتاجه الفرشه دي عشان اسرح بيها الشعر في الاخر، المقص والخيط. انا مستخدمه خيط محلول حوالي 3 ملي. تقدروا تستخدموا الخيط اللي انتوا عايزينه. يلا بينا نشوف الباترون هيبقى ازاي. انا قصيت 6 حبال، كل واحد فيهم طوله حوالي 115 سنتي، وهبتدي ان انا اشبكهم في الحلقه الحديد. انا هنا الجزء بتاع اللحام قفلت عليه كده بسلوتيب عشان بس ما يفكش. تمام، هرتكبهم بالطريقه دي الستة كلهم. كده هنبتدي نعمل كل 4 فتلات. هنعمل غرزة مربعة، وتعلمنا قبل كده غرزة المربعة قبل كده. انا هعملها هنا وبعد كده هكمل الباقي. انا بعتمد على 4 فتلات عشان اعمل الغرزة المربعة، وهي بتتعمل على خطوتين. الخطوة الاولانية انه بجيب الفتلة اليمين فوق الفتلتين اللي في النص، وبجيب الفتلة الشمال فوق الفتلة اليمين، وبعد كده الفتلة الشمال بتلف من وراء الفتلتين اللي في النص وبتطلع هنا. دي اول خطوة. تاني خطوة بتبقى العكس، الفتلة الشمال فوق الفتلتين اللي في النص، وبعد كده الفتلة اليمين فوق الفتلة الشمال، وبعد كده الفتلة اليمين بتلف حوالين من وراء الفتلتين اللي في النص وبتطلع من هنا. وكده الخطوتين مع بعض بيعملوا لي الغرزة المربعة. انا هكرر الغرزة دي هنا وهنا، يبقى كده يبقى عندي 3. بعد كده هبتدي ان انا اشيل الفتلتين، اول فتلتين دول على جنب، واخر فتلتين برضو على جنب. وبعد كده الغرزة المربعة دي هتساهم باتنين، والغرزة المربعة دي هتساهم باتنين، وهبتدي اعمل غرزة مربعة تانية ما بينهم. ما ننساش الغرزة المربعة الواحدة بتتعمل على خطوتين. ادي كده اول خطوة، وادي كده تاني خطوة. نفس الكلام هكرره هنا. بعد كده هشيل برضو نفس الطريقة الفتلتين اللي هنا والفتلتين اللي في الاخر، والاربعة دول هبتدي اعمل فيهم غرزة مربعة كمان. هبتدي ازود فتلتين هنا وهنا، بيكونوا اطول من الفتلة دي، يعني اطول من 115 سنتي. هبتدي ازود واحدة هنا وواحدة هنا. بعد كده هشيل فتلة من اليمين وهشيل الفتلة من الشمال، وبعد كده الفتلة دي هي الفتلة الأساسية اللي هعمل بيها الغرزة المزدوجة حوالين نص الجزء ده، ودي الفتلة الأساسية اللي هعمل بيها الغرزة المزدوجة حوالين النص ده. في الأول كده هبتدي الغرزة المزدوجة، دي الفتلة الأساسية دايما بتكون فوق، والخيط التاني هو اللي بيلف مرتين من تحت لفوق الفتلة الأساسية. ادي كده مرة اتنين، يبقى الغرزة المزدوجة برضو بتتعمل بخطوتين زيها زي الغرزة المربعة. دي الخيط الأساسي، الخيط التاني بيبقى من تحتي وبيلف فوقيه وبلفه مرتين. هكرر حوالين كل الغرز. هبتدي الجزء الثاني نفس الكلام، والفتلة الأساسية برضو هتفضل ثابتة دايما في ايدي. الفتلة الثانية هي اللي هتبتدي تلف حوالين الفتلة الأساسية مرتين من تحت لفوق. ادي اول مرة، وادي تاني مرة، وادي اول مرة، تاني مرة. الكلام ده هكمله للاخر. كده ناقص الفتلتين اللي في النص، ودي بعتبرها الفتلة الاساسية، ودي اللي هتلف حواليها برضو مرتين. ادي كده واحد، وادي كده اتنين.
وده الشكل اللي هعمله في كل الحلقة كلها. الجزء ده هو اللي هيكمل مع اللي بعدها، والجزء ده هو اللي هيكمل مع اللي بعدها في الجهة، كل واحد فيهم هيكمل في الجهة. واوريكم هنعمل الجزء اللي في النص ازاي. انا عملت المراية كلها ما عدا الجزء ده، لسه هعمل الجزء الزيادة ده. المراية كلها تقريبا خلصت. تعال بقى مع بعض نعمل الجزء ده. احنا بعد ما خلصنا خلاص الجزء اللي هو المثلث ده وقفلنا عليه بغرزة المزدوجة بالفتلة الزيادة اللي حطيناها ما بين كل مثلث ومثلث، هنا في فتلة زيادة ما بين كل مثلث ومثلث انا حطيتها، تمام، بحيث ان الفتلة دي بتكون نصها هنا ونصها هنا، يعني نصها عامل غرزة مزدوجة دي ونصها عامل غرزة مزدوجة دي مع المثلث التاني. نفس الكلام بالنسبة لدي برضو، ادي كده ده دي عامل هنا وده عامل هنا. حلو. طيب بعد كده بقى انا عندي كام حوالين كل مثلث؟ ادي كده اهو خلاص، دي كده بكل خيوط على جنب ودي كده بكل خيوط على جنب. المثلث الواحد حواليه 14 فتلة، معاه 14 فتلة، هقسمهم بالنص، هنا 7 وهنا 7، تمام ماشي. السبعة دول مع السبعة من المثلث التاني اهم، السبعة دول اللي هما 3 و3 6 و1 7 مع السبعة دول مع بعض هيعملوا الشكل ده او الديزاين ده. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. بصوا هنعمله ازاي. الفتلة اللي عند بوز المثلث هنا والفتلة اللي عند بوز المثلث هنا اللي هي الفتلة دي والفتلة دي، والاتنين دول همشيهم يعملوا غرز مزدوجة خلاص، ويتقابلوا هنا في النص قدام راس الجزء ده، قدام اللي هو ايه الخيط اللي انا اصلا ايه حطاه ما بين المثلثين، تمام. يبقى انا هلف، هاخد الفتلة دي وهلف حواليها كل الست فتلات دول بالغرزة المزدوجة خلاص، ووقف الشغل وارجع تاني اخد الفتلة دي والف حواليها الست فتلات دول بالغرزة المزدوجة، وبعد كده اقفل الاتنين مع بعض. طريقة مختلفة شوية عن العادي. انا مفروض ادي كده الخيط الاساسي، يبقى المفروض ان انا باخد بترتيب الفتلات، باخد وابتدي اشتغل كده، لكن انا مش هاخد بترتيب الفتلات، انا الفتلات كلهم قصادي هم مترتبين، هاخد اخر واحدة ابعد واحدة عن الخيط، اخر واحدة اللي هي دي ابعد واحدة عن الخيط، وتبقى تحت الخيط الاساسي. الخيط الاساسي في ايدي اهو، هي تحت الخيط الاساسي، والف من تحت لفوق مرتين. ادي اول مرة واول واحدة، هسيب العقدة بتاعتها تكون في الطرف خالص بالطريقة دي، والعقدة التانية، وبعدين بنفس الطريقة هاخد الترتيب الأبعد بعدها، قصدي الأقرب بعدها على طول اهو، وبعد كده اللي بعدها، كل ده لغاية لما انزل لأقرب واحدة. كل واحدة بتعمل غرزة مزدوجة او عقدة مزدوجة، يعني بتلف مرتين من تحت لفوق. خلاص كده لفيت الستة فتلات حوالين العقدة السبعة او حوالين الحبل السابع. نفس الكلام هعمله في المثلث ده، باخد الحبل السابع بتاعهم وبلف الست فتلات دول حواليهم، بس طبعا بيبقى من يعني بيبقى العكس خالص، بيبقى في الايدي في ايدي مثلا هنا الشمال الاساسي، واليمين انا هلف بيها، الخيط اللي بلف بيه بيكون تحت الخيط الاساسي، وباخد ابعد واحد فيهم، وبرضو بعمل نفس الكلام الغرزة المزدوجة اهو مرتين. احاول ان انا منزلش كده ولا اطلع كده، يعني اكون دايما مثبتة ايدي على وضعية واحدة، بحيث انه ما بعدش عن الخيط ده، عشان انا عايزة العقد كلها تخلص في النص هنا، تمام. يبقى دايما ايدي ثابتة عشان اقدر ان انا اتحكم في طول كل العقد دي. بعد كده بعتبر ان ده الاساسي، وده هيلف عليه مرتين برضه.
بعد كده هرجع تاني اعمل عقد تاني مزدوجة من هنا والف لغاية هنا، ومن هنا واجي لغاية هنا، وعادي بنفس الترتيب اللي احنا متعودين عليه. نفس الكلام ده هكرره في الجزء ده، وكده ابقى خلصت المراية كلها. ابتدي اقص كل الخيوط الزيادة عشان اوصل لطول انا عايزاه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بس انا قصيت للطول اللي انا عايزاه، ولسه تاني هظبط تاني بعد ما ابتدي اسرح الاول كل الحروف دي، وبعد كده هبتدي ان انا اثبتها بالغرة. هخفف شوية من الغرة الابيض ده اللي عادة انا بستخدمه لما احب ان انا اخلي الشغل ناشف او واقف، بس بخفف شوية منه في مية لما يبقى قوامه شبه اللبن الرايب، وبالفرشة ببتدي ان انا احط من الغرة ده على الاجزاء اللي انا عايزة انشفها، وبعد كده برجع تاني اسرحها تاني يوم لما ينشف، وارجع احط طبقة تانية واسيبها تنشف. بعد كده بعد ما خلاص نشفت تماما هبتدي اقصقص الاطراف، لانه بعد التسريح الاطراف ما بتبقاش مظبوطة. هقصقص الاطراف وكده هكون خلصتها. لما اخلصها خالص باذن الله هبتدي الزق المراية في النص. ممكن تودوها للراجل بتاع المرايات، هو اللي عادة هو اللي بيلزقها لي بسيليكون، هو انا بديله الفريم وهو بيقص المراية وبيلزقها على طول بسيليكون، مفيش اي مشاكل، ما بيحصلش عادة اي مشاكل يعني. بس كده كده كل تفاصيل المراية خلصت. يا رب تكون المراية عجبتكم وكان طريقتها سهلة، يا رب تجربوها، ولو عجبتكم حطولي لايك على الفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصلكم فيديوهات اوت باول. اشوفكم في فيديوهات تانية، مع السلامة.